أظن بأن التحضيرات ديال الفريق الوطني المغربي مباشرة بعد مباراة ديال ناميبيا تبان لي بأن التحضيرات تسير بشكل بطيء جدا، على اعتبار أن المباراة غادي تكون تنهار الجمعة، وبالتالي أظن بأن هذه خطة ديال الناخب الوطني على أساس أنه باش ما يرهقش اللاعبين بواحد الشكل اللي هو كبير جدا، وبالتالي تكون الحصة التدريبية خفيفة شيئا ما. لكن أعتقد بأن اليوم الفريق الوطني المغربي ما خصوش يتراجع للوراء، وعندما أقول يتراجع للوراء أقصد الأداء العام. شفنا المباراة ديال كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الإيقاع فيها أكثر من اللي شفناه ديال المنتخب المغربي وناميبيا، وبالتالي لا خيار الفريق الوطني المغربي أمام كوت ديفوار سوى الفوز، غير ذلك غندخلوا الكالكيلاتريس مرة أخرى، وهذا ما لا نريده في هذه الدورة في مصر إن شاء الله. الرحمن الرحيم. في الأول ماتش المغرب كنت أقول ماتش صعب جدا، شوفنا أداء المنتخب المغربي في المباراة ما كانش أداء قوي قوي، ما كانش على حجم الأسماء والمدرب بتاع المنتخب المغربي، يعني المنتخب المغربي يطلع منه أداء أحسن من كده. بس لو جيت قارنت أداء المنتخب المغربي بباقي المنتخبات، يعني مثلا تلاقي المنتخبات القوية كلها في أول ماتش ما ادتش الأداء القوي، يعني المنتخب المصري كسب بهدف واحد بالعافية، المنتخب المغربي نفس الكلام، منتخب نيجيريا نفس الكلام كسب بهدف واحد بالعافية. ماتش كوت ديفوار ماتش صعب جدا، لأن كوت ديفوار فرقة من الفرق الكبيرة جدا في أفريقيا، بس برضو المنتخب المغربي كأفراد منتخب من أقوى المنتخبات اللي موجودة في أفريقيا ومن أقوى المنتخبات اللي موجودة عامة، بس كأفراد هو عنده مشكلة كتيم، يعني كتيم المنتخب المغربي مع بعض ممكن ما تحس إن هو في حاجة، بس هو الكلام ده برضو مش هيبان من أول ماتش، ممكن أول ماتش يبقى الأداء كده، بس بعد كده الأداء هيبقى في تحسن وهيعلى، والأدوار اللي جاية هي اللي هتبين. بالنسبة لماتش كوت ديفوار أعتقد المغرب ممكن تبقى 60-40 للمنتخب المغربي الفوز إن شاء الله. شكرا. لا انا كذب عليك قلت لك كيفاش جاتني استعداد، شفنا غير الكيناج برافو عليهم تيديروا احسن مني، دونك تبارك الله عليهم كلهم، ما كاينش شي واحد اللي ما بقاش يدير الكيناج، من غير الكيناج ما شفنا حتى حاجه. شفنا المشاكل مع الامن المصري ككل يوم مع كل اسف، يعني فين هذا ما تصورش صور باش عطونا 4 ساعه ولا 25 دقيقه، هذا هو القانون اللي تيتضح بان اللاعبين المنتخب الوطني مركزين كما فيه الكفايه، تيتضح بان فيرونا مركز كذلك، تيتضح بان المباراه ديال كوت ديفوار ماشي سهله، هي مباراه قفل بالنسبه للمسار الموالي، لان ماشي بالنسبه للتاهل ولا بالنسبه لكاس افريقيا، ولكن بالنسبه للمسار الموالي غير النتيجه 1-0 مع ناميبيا، رغم ان الهدف تسجل من طرف فريق الخصم عطات واحد الاريحيه للوفد الصحفي للوفد الجماهيري اللي تابع المغرب للقاهره، من ناحيه التقنيه ما شفت حاجه اليوم بكل صراحه فاجل وجهاش. سي اسامه متفائل المباراه؟ انا دائما متفائل، انا لولا التفاؤل لما جئت لمصر، غير الطريقه باش ماشي المنتخب المغربي توحي بان المنتخب سيذهب في خط تصاعدي ما باين، ويكون كل مباراة أحسن من التي سبقتها. شكرا. أجل تويج قابلت المغرب أولا، مرحبا بكم والصحفيين المغاربة والمنتخب المغربي في مصر. كنت مواجهة المغرب كوت ديفوار أكثر المواجهات منتظرة في دور المجموعات، باعتبار إن دي من قبل ما البطولة تبتدي معروف إن دي مجموعة الموت، المغرب كوت ديفوار جنوب أفريقيا وناميبيا. يمكن المنتخب المغربي اللي هيصعب عليه المهمة إن هو الماتش الأول كسب مكسب، بس مش مقنع قوي بالنسبة للناس اللي منتظرة المغرب، وبعد الأداء طبعا اللي شفناه في كأس العالم والنجوم حكيم زياش وسوسو بوفال ومرابط ومسايس ومبارك بصفة، اللعيبة دي احنا كلنا شفناها في كأس العالم منتظرينها في كأس الأمم، ومن أكثر المرشحين للفوز بالبطولة مع مصر وباعتبارها مستضيف ومع السنغال. أنا شايف إن الفائز في البطولة مش هيخرج ما بين الثلاثة دول، فإن شاء الله مباراة المغرب وكوت ديفوار. يمكن منتخب كوت ديفوار اسم كبير، بس كتيم مش قوي، يمكن هو عنده أفراد كويسين جدا، أفراد ممتازين زي بيبي وزي كوجا وزي زهر، بس ما يعيب المنتخب كوت ديفوار إن هو منتخب مش متماسك، تيم مش قوي، تيم مش مرن. فإن شاء الله أنا متوقع إن المغرب يحسم تأهله في الماتش الجاي ويفوز على كوت ديفوار ويحسم تأهله كأول.